هاجم عبد الكريم منطق أحد القيادة التاريخية للحركة الإسلامية المغربية حزب العدالة والتنمية وقيادته على خلفية خرجة عبد الإله بن كيران أمين العام السابق للحزب وتوقيع سعد الدين العثماني على الإعلان الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال مطيع في رسالة له: قبل أن يتوفاني الله تعالى أغتنم فرصة ما بقي لي من الحياة فأعلن اعتذاري للشعب المغربي عامة عن جرائم الاعتداء عليه في سيادة ودينه وثروته وأخلاقه مما ارتكبه ويرتكبه أعضاء في حزب العدالة والتنمية المغربي وفي غيره من التنظيمات. وأضاف مطيع في رسالته: هؤلاء سبقا انتموا إلى حركتنا الإسلامية الأم ثم انبثوا في مختلف الأجهزة واستمرأوا خدمة واستطابوا خيانة دينهم وانتمائهم للوطن المغربي المسلم الحر. وأورد أيضا: كما أعلن أمام الله براءتي التامة منهم ومن تصرفاتهم في الدنيا والآخرة ومن كل المظالم والخيانات التي ارتكبوها خدمة لمصالحهم الشخصية أو لصالح النظام بالقول أو العمل أو الإقرار السكوتي أو القولي. ويواصل مطيع في كل مناسبة انتقاده بشدة لقيادة حزب العدالة والتنمية وخاصة عبد الإله بن كيران. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.